عاوز ابدا الحلقه النهارده بتحيه جمهور النادي الاهلي كالعاده. تحيه كبيره جدا لهذا الجمهور الرائع ورسالته ورسالته لنائب رئيس النادي الاهلي الوزير العمري فاروق. محنه صحيه كبيره وحرجه بيمر بيها نائب رئيس النادي الاهلي الاستاذ العمري فاروق، ولكن كل ما يحدث او كل ما يفعله جمهور النادي الاهلي بيخلينا نبقى قاعدين حتى في ظل هذا الموقف الصعب وفي ظل هذه الامور او في ظل هذه الحاله الحرجه بيبقى مخلينا قاعدين. انا ببقى مبسوط لان ببقى عارف ان انا لما هتعب هلاقي جمهور في ظهري هيديني ولو امل، حتى لو انا مش حاسس، حتى ولو انا في غيبوبه زي حاله الوزير العمري فاروق. لنتمنى له يا رب كل الشفاء وان شاء الله يقوم بكل والف سلامه. لو الفيديو له صوت يا سمير، طب سمعني لو سمحت. فترة وهتعدي. العمري فاروق قد التحدي الحقيقة ترند على تويتر امبارح طول من ساعة لما جمهور النادي الأهلي عمل هذه اللقطة، وحتى منذ دقائق قليلة يعني قبل ما اخش على طول والوزير العمري فاروق واسمه هو او ما فعله جمهور النادي الأهلي مع الوزير العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي هو ترند، كل الناس بتتكلم على ما فعله كل جمهور النادي الأهلي. هذا الجمهور الأصيل العظيم اللي عمره الحقيقة ما نسي الناس في تعبها علشان النادي الأهلي هو الأساس، هو اللي عملنا كده، هو اللي خلانا نشجع بالنسبة للجمهور، هو اللي خلى الجمهور يشجع بهذا الشكل. يمكن الواحد بيتمنى كل يوم أن الحالة الصحية للوزير العمري فاروق تتحسن ويستعيد وعيه ويستفيق من غيبوبته عشان يشوف مثل هذه المشاهد، عشان يشوف رسالة جمهور النادي الأهلي ويسمع صوت هتاف جمهور النادي الأهلي ودعائهم له في المدرجات في مباراة مدياما. زي ما قلت لحضراتكم دائما أن جمهور الأهلي كل يوم بيدي دروس في الأصالة والاحترام والانتماء وكل حاجة حلوة. عشان كده دايما بنقول لنفسنا الجمهور يرجع للمدرجات وبالساعة الكاملة. رجعوا الجمهور للمدرجات وبساعتها الكاملة. الحقيقة زي ما حضراتكم شفتوا امبارح كان في تفاعل كبير جدا جدا على كل وسائل التواصل الاجتماعي امبارح من هذه الرسالة الموجهة. إن شاء الله أدعو الله أن يكون هناك لو رجل صالح بيدعو للوزير العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي إن شاء الله ربنا يقومه بالسلامة. كمان كان في تفاعل كبير جدا في هذه الرسالة من عائلة الأستاذ العمري فاروق، ونشر الدكتور هشام العمري شقيق الوزير العمري فاروق وعضو مجلس إدارة النادي الأهلي السابق ردا على ما حدث على الفيسبوك، وقال شكرا جماهير الأهلي العظيمة، هتافكم لمس قلوبنا، ربنا يتقبل من حضراتكم. يا رب يا رب ربنا يرجع العمري فاروق، لأنه العمري فاروق في أمس الحاجة للدعاء. خالص دعواتنا وأمنياتنا الصادقة بالشفاء العاجل للأستاذ العمري فاروق. آخر حاجة هقولها، يوميا بتلاقي النادي الأهلي كله تقريبا شغل الصبح بيخلص شغله ويعدي على العمري فاروق بالليل، ما بنعرفش نشوفه. العمري فاروق الأستاذ العمري فاروق مازال في غيبوبة، ولكن مجرد أن احنا بنروح نطمن بعض، نشوف بعض، نطمن أهل الوزير العمري فاروق ان النادي الاهلي كله موجود. الكابتن خطيب كان موجود النهارده بالمناسبه، راح اطمن وشاف وعرف الاخبار ومشي. الاستاذ خالد مرتجي، كل الناس الحقيقه انا مش عايز بس عشان ما انساش اسماء، كل الناس كانت موجوده وكل الناس بتعدي يوميا على وزير عمرو فاروق. النهارده زميلنا محمود شوقي رئيس تحرير برنامج الاشبال كان معانا واحنا رايحين المستشفى مع بعض، كلمه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، وكلم محمود شوقي وكان عايز يطمن على حاله الوزير عمرو فاروق. فبالصدفه كان جنبنا، كنا وصلنا المستشفى وكان جنبنا ابراهيم العمري فاروق ابن الاستاذ العمري فاروق، وكلم سياده الوزير اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، كلم ابراهيم العمري فاروق وطمن منه على الحالة العامة، أو قال له يعني آخر الأحوال إيه. الدكتور أشرف صبحي يوميا الحقيقة بيبقى على تواصل دائم
بكل عائله الاستاذ العامري فاروق. والنهارده زي ما قلت لحضراتكم موقف حصل قدامي بالصدفه بعيدا عن اي حاجه حصلت، الموقف ده حصل قدامي النهارده، فحبيت اقول لحضراتكم قد ايه ان الناس كلها مهتمه، قد ايه ان كل الناس عايزه تطمن على العامري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي. دعواتنا وامنياتنا الطيبه بأن يصل دعاء حضراتكم، دعاء جمهور النادي الأهلي وكل جماهير المصرية الحقيقة إلى الوزير العامري فاروق، يقوم لنا بألف ألف سلامة.